مع قبل ما نروحوا للمسألة هذه اللي صارت مع فرنسا وإسبانيا، القضية تاع إسبانيا، استنى تشوف دقيقة، نذكركم في واحد السيد عنده نظرة استباقية، راح إلى زيارة دولة إلى روسيا سنة 2022 2023، وفي لقائه مع الرئيس الروسي بوتين تكلم كلام استبق به الأحداث، والشي اللي قالوا رانا نعيشوه اليوم حرفيا. إنسان عنده نظرة ثاقبة. نسمعوا السيد هذا ومن بعد نقول لكم علاش قاعدين نرجعوا للكلام تاعو. هنا في منظمة البريكس أصبرت بون متفقين بالتقريب حتى قبل ما نمشاو متفقين على أكبر نقاط اللي تهمنا فيما يخص الوضع الدولي. إيه؟ الوضع الدولي مضطرب جدا. صح. ولذا نريد التعجيل في دخولنا في منظمة البريكس. احنا مع روسيا رانا متفقين، انسان عنده نظرة ثاقبة، قال لك سي بون، قال لك رانا متفقين مع روسيا في كل ما يخص نسينا برك نتفقوا معاهم على الوزن والهيبة والمواقف، ما يقولولناش ما عندناش لا وزن وهيبة ومواقف، بصح الباقي كامل اتفقنا عليه، بقات غير الجزئية هذه برك. ندخل في تنظيم آخر. صلح. غير الدولار وغير وغير أولا قسم بالله واحد في قهوة ما يقول على درا هذه تبون، معليش قضية ندخلوا للبريكس ورانا متفقين وبوتين ايه ان شاء الله بربي بربي ان شاء الله بربي ان شاء الله راكم داخلين البريكس، ما تقلقش خليها عليا. المهم مين المشكل اليوم، مانيش راح نركز في تاع البريكس، تاع ندخلوا في منظمة غير الدولار واليورو، تبون حاط باللي يدخل البريكس معناتها راح يدخل مباشرة عن الدولار واليورو، بل انه انصار النظام منذ ايام، راني دوك نقول لكم لماذا رجعنا للقضية هذه، انا كي نحب نقريهم ونربيهم ما يترباوش ما يسمعوش الهضرة، قال لك اصبر اذا لقيت الصورة، ما عرف اذا لقاو الصورة، اصبر اذا لقيناها، إذا ما لقيناهاش مشكل كبير، استناو يا جماعة ما تقلقوش علينا. قسم ليكم بالله عملة البريكس ضربوا على الشاشة برك ورانا جايين، وين راحت؟ توحشت أنا بعد الصورة حاب نشوفها يعني ماشي غير على اللايف. إيه هاي أخويا، الله العلم الجزائري عملة البريكس. راك تشوف تبون قال لك سننهي، تبون هو ما دخلش للبريكس وقالوا له لا وزن لا هيبه لا موقف، قال لك سننهي الدولار واليورو. الدينار الجزائري ني با كونفيرتيبل، ما تقدرش تبدلو في دول اخرى، وتبون حب يخلص مع الدولار واليورو، ها فريها الساعة مع الدينار ومن بعد يرحمها ربي، فريها مع الدينار ومن بعد يدير فيها ربي تاويل. دونك يا جماعة لماذا رجعت القضية؟ أنا كي جات هذه قضية العملة قلنا عملة تذكارية بركبوكم بالأخرطي، وهما يقولوا لا ودوك يديروا العملة وفيها الجزائر. يسنى نشوفوا طراش بوتين، حنا نروحوا عند المعني بالأمر، على باليش إذا فيه الترجمة الفيديو إن شاء الله برك يكون فيه الترجمة. It simply refuses to allow to use dollar as a settlement tool. Well, even so, I think if we are denied that, it's so foolish of the U.S. authorities, because the dollar is the pillar of U.S. power, and they're دونك بوتين هنا راهو يقول باللي لو كان تمنعنا الولايات المتحدة الأمريكية من استعمال الدولار راح تكون كارثة كبرى، وبطبيعة الحال راهو يقول باللي الدولار باقي ويتمدد. هذا البريكس شخصيا تسمى يعني عضو مؤسس في البريكس اللي هو روسيا، وين راحت العملة تاع البريكس والعالم الجزائري؟ ها عامل المخزن كي يقول لك باللي راهي عمله تذكاريه وباللي ما كانش عمله اصلا في الاجتماع تاع البريكس، بوتين قال لهم
هادي سي با لوغدر دو جور، يعني ماهوش الاولويه اليوم تاع البريكس وماهوش ربما في مرحله ما. ودركا راهو ياكد. وزيد نتوما يرحم باباكم كيفاش رئيس تاع بلاد يقول لك لو ننضموا للبريكس هذا تبون لما راح في زياره لروسيا سننهي هيمنه الدولار واليورو. الله اني والله والبريكس على بالهم. كشغل انت ماشي معروض العرس وتجي تدخل عليهم تقول لهم والله راه والله غير الديكور تاعكم لو كان نبدلوه شويه ناقص اه ما عجبتنيش الموسيقى يا ولدي واك ماكش معروض اصلا. لا لا برك انا عندي رايك لو كان نبدلو شويه لو كان اللبسه تاع العريس اللبسه تاع العروسه نبدلوها يا وديك ماكش معروض واحد ما عرضك. شكون قال لك دخل البريكس اصلا باش تجي تقول البريكس بانه الدولار واليورو لازم ننهي الهيمنه تاعو. العالم الاخر تاع الصح والله العالم الاخر اوفا تبونا العالم الاخر. انا بنت لي هذه هي الشره نورمال القضيه هذه الحكايه تاعكم هذه. دونك قلت لكم اليوم النظام تاعنا النظام الجزائري تخلطوا له صراحه لي بارامتر تخلطوا له الاعداد راحوا شوف ما لقاو ما يسك وين يسك وين يفكوا ما تخلطت. عجبني انا جاي اللي هضرك نتكلموا على السفير و اصلا وين راح. تعجبني واحد العنوان درتو دار واحد الموقع تابع للنظام الجزائري يعني موقع تابع بشكل غير مباشر هما مش راح يقول لك لكن جو نسي با سي جو في لو تروفي اونفا لو تيتغ هو كان في تي اس في الموقع هذاك قال لك باللي خطاب الملك المغربي كشغل يا يو ان لينيومون دي بلانيت يعني كشغل جات هكا واحد الصدف وانا قلتها البارحه في هذه نتفق معهم صراحه كشغل البارحه كشغل عليها مليحه الانسانيه شفتوا علاش مليح الهدوء وضبط النفس العدو الكلاسيكي العالم الاخر العالم اللي هاك سنوات ما ردوا نتكلم عن النظام ما ردوا ما حكاو ما وكالة انباء ما تلفزيون رسمي ما كان والو عمرهم ما ردوا عمرهم ما ردوا في 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 حتى كرهنا من الفي نهار بصح الرد واش يصرى العودة تاع ترامب اللي جات في نفس اليوم تاع الذكرى تاع المسيرة الخضراء وزاد رسالة من الملك المغربي يقول يذكر فيها ترامب باعترافه بمغربية الصحراء وزيد الخطاب من بعد يجي في المساء مرتبط لأول مرة يرد على ترهات وعلى قضية تقسيم الصحراء ومع باليش واش والترهات تاع النظام الجزائري ويقول لك العالم الآخر ويحكي على مخيمات تندوف وكذا. دونك صراحة شي داكوغ أنا فيك تي اس اي يعني الموقع هذا اللي قلت لكم موقع مقرب من النظام ماشي مقرب برك موقع مخابراتي يقول لك ان لينيومون دي بلانيت ايفيكتيفمون يعني حدث كشغل اجتمعت الامور كلها في صالح العدو الكلاسيكي كلش جاهم على طبق. شفت علاش مش مليحه تبقى تنبح 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 كدوله لسنوات يوميا النظام الجزائري غير النباح والعويل والبكائيات تولي الكلام تاعك ما عندوش وزن كي تبقى تهضر تولي ما عندوش الكلام تاعك يولي ما عندوش تعرفوا القصه هذيك القصه تاع الطفيله هذيك اللي كانت كل مره تروح عند جدتها تروح للغابه وتبدا تعيط تقول لها راه جد ديب هو ما كان لا ديب لا والو كل مره الجده تاعها تجي تشوف تلقى ما كانش ديب وبانها تضحك حتى النهار اللي كان ديب حقيقه وهي تعيط لجدتها ما جاتش ظنا من انه كلامها ما عندوش قيمه لانه تضل تمسخر كل مره تقول نفس الله. هكا النظام الجزائري يضل ينبح 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 انت كي تسمع الكلاب تنبح كل ليله قدامك تقول خلاص يولي صافي بارتي دو ديكور الوزن تاع الكلام هذاك يولي ما عندوش وزن
لا وزن لا هيبه لا موقف راهي في السياق. الطرف الاخر يسكت 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 في 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 حتى يجي النهار اللي يرد عليك، لكن يختار هو التوقيت اللي يرد فيه عليك. ما واش بكم هذا؟ ما كان والو، انني خايف اصاحبي. الحموسي راهو مع الانتربول وداروا الاجتماع والجلسه القادمه في المغرب، راني خايف يسلموني درك. شوف النظام الجزائري يدير مذكره توقيف تفوت مباشره. الحموسي قال لهم سنحترم الالتزامات تاعنا في تسليم هذا العميل. ان شاء الله ان شاء الله. زيد الرئيس اماراتي تاع الانتربول ونائب الرئيس مغربي. انا والله خفت صراحه يزيدوا يهبطونا الانتربول. وزيد المكتب تاعهم راهو في ليون، على بالكم باللي المقر تاع الانتربول راهو في ليون. الله المستعان. هذاك هو الواحد يولي كي يروح يخلص يروح يخلص هنا بعد. ما كان لا يديروا لي تحويل. دركا قرابي المخزن جا عندي ليون. قلت لكم يا جماعه اليوم تعرفوا باللي البارح خرجت القضيه تاع النظام الجزائري، قال لك جمعيه البنوك باش تشوفوا باللي صراحه اسطبل الجزائر هذه عدد زريبه كبيره، اسطبل كبير جدا. ما كانش اسطبل قد الجزائر اليوم في العالم. اسطبل فيه 2,381,000 كيلومتر مربع. البارحة وحتى نشوفوا أولا قناة فرنسية واش تكلمت على الموضوع ونقول لكم علاها. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h06. Et pendant ce temps, le torchon brûle entre la France et l'Algérie. Eh oui, 10 jours après la visite d'Emmanuel Macron au Maroc et la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara occidental. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما على باليش والله لو كان راني فوتها. هادو الفرنسيين يحبوا يروحوا للجرح ويزيدوا يتكاو عليه. راهي تحكي على اعترف بالصحراء القربية للدولة اللي هاك. لا حول ولا قوة. سامحونا جماعة على بالي مشاهد مؤلمة. L'Algérie semble avoir décidé de geler ses relations commerciales avec la France, Arthur Delaborde. Concrètement, selon plusieurs sources gouvernementales, les autorités algériennes ont fait passer une consigne aux banques locales. Il ne faut plus traiter les opérations d'import et d'export avec la France. Une information relayée sur les réseaux sociaux, documents à l'appui, par l'ancien ambassadeur de France à Alger, Xavier Driancourt. Mais le pouvoir algérien ne confirme pas officiellement. Sa décision n'a été ni notifiée, ni publiée. Selon les informations d'Europe 1, plusieurs entreprises françaises constatent pourtant déjà des blocages. Dans un Selon les informations de Europe 1, ما ماهيش القضية درك قال باللي المعلومات تاعهم انه شركات فرنسية تتعرض إلى تضييقات في قضية بالنسبة لهم التصدير نحو الجزائر. وكاين متعاملين جزائريين تكلموا عن الموضوع هذا انه حقيقة هناك يعني نية من أجل غلق الاستيراد والتصدير باتجاه فرنسا. أوكي أوكي حتى لدركا عادي. هيا اليوم داروا بيان. أونفان البارح أولا داروا بيان، لكن نشوفوا تاع اليوم ومن بعد نرجعوا لتاع البارح. باسكو القضية على بالكم راهم يضربوا ضرب عشواء تخلطت عليهم. زاد هذه القضية تاع ترامب هذه زاد تخلطت لهم لي بارامتر. راهم في واحد الحالة مثيرة للشفقة النظام الجزائري. زادوا قالوا لهم العالم الآخر. استنى تشوف وين راح البيان وين راح البيان. وانا نحبهم يا ستك برقيه وكاله الانباء الجزائريه. عندنا مده ما قريناش برقيه تاع وكاله الانباء الجزائريه. وكاله الانباء الجزائريه شوفوا معنا صاحبي، ديروا لنا كل على الاقل كل اسبوع بيان يعني جدير بالاهتمام. شويه صحراء قربيه احكي لنا على ابراهيم قالي.
وين راح جدو هذا؟ شو عندهم واحد الموقع يشتاك؟ التجارة الخارجية، اسمعوا مليح. مصالح الوزير الأول تفند الادعاءات الكاذبة التي روج لها السفير الفرنسي السابق. على إثر الادعاءات الكاذبة التي روج لها السفير الفرنسي السابق بالجزائر في جنونه، اقسم بالله ما كان مهابل قدكم، قال لك في جنونه العالم الآخر، في جنونه المعتاد ضد الجزائر فيما يتعلق انتم كاين واحد ما سبوش النظام الجزائري في القنوات تاعو في الإعلام تاعو؟ ها الملك تاع المغرب، ها حفتر، ها الكولونيل مايغا. الكولونيل مايغا هو تاني خسر معنا شوية، صعب تقول لنا إن غيومان في منبر الأمم المتحدة. هذه كلها صراحة لا تغتفر. ها محمد بن زايد، مرة محمد بن سلمان، ميكي كين واحد ما سبوهش، بيدرو سانشيز، السيسي، عبد الفتاح السيسي كي راح تبونا للمصر وحكموا السيسي دار له درس في السياسة. الشروق هاجموهم بعد حذفوا المقال، هاجموا السيسي. ماكرون ما نحكيوش، ماكرون بصح ما نحبوش نزيدو معاه بزاف. ماكرون ما كانش، كي تجي تشوف دايما يهاجموه بطريقة لبقة. بصح الملك المغربي اللي جدو ثورة تحريرية دعمها شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، مستضاف جيش الحدود وكذا، وكيف كيف الوالد تاعو رحمة الله عليه دعمه بنفس الطريقة، هذاك نسبوه ليل ونهار. بصح ماكرون لا، قال علينا لا وجود لأمة جزائرية قبل الاحتلال الفرنسي، نورمال. المسلم لازم يسامح صاحبي. فيما يتعلق بالتدابير التقييدية المزعومة للتجارة الخارجية، يود المكتب الإعلامي لدى الوزير الأول أن ينفي نفيا قاطعا هذه المعلومات التي لا أساس لها على الإطلاق من الصحة. أنا الصراحة آمنتكم، شوفوا معهم وشوفوا مع العالم كامل، أنا راني مأمنكم. ادعاءات الكاذبة، فرض عقوبات اقتصادية، جمعية البنوك، توقيف التعاملات البنكية، هذه الحكاية دي ماشي مشكلة، انه كاين الحبات على الحمص في الراس، هذه على بالك فيها ديسك دير كبير ما ينسى والو يا جدك. استنى تشوف، نروح للارشيف شوية، نروح للارشيف تراش. جوان 2022، الجزائر تعلق المعاملات التجارية مع إسبانيا بعد دعم إسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي المغربية. احنا دائما القضية تاعنا هي الصحراء، هما عندهم منظار، احنا عندنا نظارة، احنا نظارتنا هي قضية الصحراء كما المغرب. احنا الصحراء ما عندنا ما دخلنا فيها وماناش نطربوا بها في الاصل، ورانا نقولوا لسنا طرف في النزاع. لماذا احنا نظارتنا لرؤيه العالم هي قضيه الصحراء؟ المهم كما يديروا اللي يطلعوا عندي، معليش معليش. احنا واش قلنا؟ وكاينه واحد الاشكاليه واحد اخرى، انه لما خرجت القضيه هذه تاع الغاء المعاملات التجاريه مع اسبانيا، هذاك الوقت ثاني نفاو القضيه، وفيما بعد تاكدت القضيه. كي نقول لكم زريبه، زريبه داروا نفس اللقطه، نفس الاجراء اللي هو ايقاف المعامل المبادلات التجاريه، من بعد نفاو بالاكثر من هذا. اصبروا اذا لقيتها، برك اذا لقيتها، وزير المالية الجزائر إسبانيا، بلي شي دلقاها، نسيت كيفاش. وعلى كل حال وزير المالية وقتها تمت إقالته، وزير المالية الجزائري، علاش؟ باسكو خرجت القضية هذه
لأنه ما كان يجب أن يتم نشرها عبر جمعية البنوك. لما خرجت القضية نفاو كذبوا بأن هناك إلغاء المعاملة التجارية مع إسبانيا وتم إقالة الوزير بهذا السبب. ومن بعد تأكد وكيفاش نعرفوا ودوك نرجعوا للتفاصيل تاعها. هي أصلا وش هو القضية؟ إسبانيا دعمت مبادرة الحكم الذاتي المغربية في قضية الصحراء، والنظام الجزائري خرج وقتها وقال لك سنظهر العيد الحمراء وتبون ضرب بيد من حديد، قال لهم لن يعود السفير الجزائري، لأنه سحبنا السفير الجزائري، لن يعود السفير الجزائري إلى إسبانيا إلا إذا سقطت حكومة سانشيز أو تراجعت إسبانيا عن موقفها. إسبانيا ما حبتش تسمعنا هذاك الوقت، ما داروش علينا، داروا لنا فيو. النظام الجزائري أوقف المبادلات التجارية مع إسبانيا وصارت الفضيحة هذه كامل. كي أوقفوا المبادلات التجارية طوابير على المواد هذوك تاع الانستيزي تاع البنج هذاك، ومن بعد ارتفاع في اسعار البيض، ندره في الادويه اللي كنا نستوردوها من اسبانيا، اسعار البيض ارتفعت لانه بيض التفقيس نجيبوه من اسبانيا. المهم خسرنا الي روتور سنتين، صارت كارثه كبرى. تخيلوا انه امس البارح 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 اليوم رانا نحكيوا على فرنسا، البارح يصدر بيان، هذه الصراحة تبقى في التاريخ، العنوان هذا تشفوا عليه الجزائر تظهر العيد الحمراء لإسبانيا، تبقى في التاريخ. وين راحت وين راحت؟ فوالا هاهي. البارحة يصدر بيان يقول لك باللي الجزائر تعيد المبادلة التجارية مع إسبانيا، افتح يا سمسم اغلق يا سمسم، زريبة كيفاش وزيدوا يخليوها تصرى في نفس الوقت؟ البارح عودوا فتحوا مع إسبانيا، اليوم يغلقوا مع فرنسا. أرواح صديقي أرواح. وش هو النتيجة تاع العقوبات زعما اللي درتوها ضد إسبانيا؟ وعلى بالكم أنصار النظام مش قاعدين يقولوا، قاعدين يقولوا باللي الموقف الإسباني تغير. وين نشوف هيك نشوف هيك؟ وكتيش تغير الموقف الإسباني؟ إسبانيا راهي تدعم في مبادرة الحكم الذاتي المغربية، وراهم مع الفيضانات أصلا ليامات هادو، وكتاش غيروا موقفهم؟ غيروا موقفهم في الفيسبوك وكل في التيك توك، وين وين تغير الموقف؟ وين يبان لي على بالك ني بلي بلاك النظام الجزائري قاعدين يسمعوا في الهبال تاع المواقع ولا باسكو هادو ليامات قاعد نشوف فيهم يخرجوا واحد هذا الفيديو هذا. La question du Sahara occidental. La position de l'Espagne est une position d'État. هذا لقاء تاع وزير الخارجية المغربي مع وزيرة الخارجية الإسبانية يعود إلى ما قبل اعتراف إسبانيا بسيادة المغرب، عفوا بمبادرة الحكم الذاتي، يعني دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية. يعني باللي راهم يسمعوا شافوا الفيديو هذا حاطينه في 2024 ولا كيفاش تعاود ترجع المبادلة التجارية وانت قلت اصلا تبون قال لك لن تعود يعني العلاقات مع اسبانيا والى سابقها. السفير رجع في اكتوبر 2023 راحوا منبطحين راكعين صغيرين، قالوا الاسبانيا خلتهم ينتظروا شهرين قبل ما يقبلوا تعيين سفير جديد. وش الجياحة هذه؟ وش وش الحماقات هذه؟ اغلق من هنا افتح من هي. بعد كي تقول لهم نظام العرايه تاع عرايه نعود نقول لكم العالم الاخر خير جاتكم مقبوله شويه.